ملوش جيوب، هو الذي اقتنع بذلك. اه بالظبط. فاذا الفكره الاساسيه هنا ان انت تعمل اصلاح دستوري لا يتمحور حول شخص، ان انت تعمل اصلاح دستوري لمؤسسه، تبني المؤسسه. ايه اللي يمنع؟ طب انا بفكر معاك دلوقتي براحه، بس انا لا تعمل المؤسسه يعني ويجي الشخص. جه عملنا دلوقتي الاصلاح الدستوري وقلنا كذا 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 واتفقنا على كل شيء كويس، جيت انا رئيس جمهوريه لسنه في اكتوبر 2011 ايوه وما عجبنيش الموضوع، الاطار الدستوري المطلوب، فبلغت البرلمان ان انا عايز اعدل ماده 76 او 77 لا يمكن واخليها 7 لا يمكن بدل لان الدستور الجديد اللي انت اللي احنا هنوضعه، اللي الجمعيه التاسيسيه هتوضعه، هتقيد سلطات رئيس الدوله فيمتنع عليه دستوريا ذلك. انما لو انت يعني رئيس الدوله بعد كده مش هيبقى من حقه، مش من حقه هذا الكلام، ان هو لا مش من حقه الماده، مش من حقه ان هو يقدم مشروع قانون لمجلس الشعب، يقدم مشروع قانون لمجلس الشعب كمقترح دستوري كمقترح طيب. انما لان انا عندي مؤسسات قويه واحزاب قويه وبرلمان منتخب انتخاب صحيح من الشعب لا يستطيع ان يملك كل هذه السلطات. احنا بنتجه الى رئيس دوله يمارس سلطاته عن طريق وزرائه ويكون حكم بين السلطات. بس حضرتك بتتكلم، ده اعتقد الوضع فيه مختلف ما بين الجمهوريه الرئاسيه والجمهوريه البرلمانيه. شوف الفكره الاساسيه، اولا الجمهوريه الرئاسيه او النظام الرئاسي لم ينجح الا في امريكا، واكتوى الدول العالم الثالث بناره في كل الجمهوريات التي تكونت بعد الاستقلال في كل هذه الدول. ولذلك احنا محتاجين نظام يكون شبه برلماني على الاقل في الفتره الاولانيه، يكون الرئيس فيه حكم بين السلطات، يمنع استبداد سلطه على سلطه اخرى. انما يا استاذ تامر انت كل ما تيجي تفتح الدستور تقول رئيس الجمهوريه، الحكومه بتنفذ سياسه رئيس الجمهوريه. انا هقول لك مفارقه عجيبه قوي لك ان تتدبر فيها وللساده المشاهدين ان يتدبروا فيها. رئيس الجمهوريه عندما كان يصدر قرارا بتكليف وزاره جديده زي وزاره مثلا احمد نظيف او عاطف عبيد او ما اعرفش مين ومين، بيصدر قرار برقم مثلا على سبيل الفرض 10 لسنه 95 او 10 سنه 2005 لاحمد نظيف مثلا على سبيل المثال، لابد ان يلحقه بقرار اخر رقم 11 في نفس الورقة يفوض فيه سلطات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء. إذا لم يفوض فيه هذه السلطات لرئيس الوزراء لا يستطيع الوزراء رئيس الوزراء والوزراء أن يفعلوا شيئا. خلي بالك بقى قرار التفويض ده، قرار التفويض ده يشمل تفويضه في سلطات الحاكم العسكري وفي ترسيم الجبانات. يعني يمكن في يا سلام. طبعا 173 اختصاص من اول الحاكم العسكري. وقرار رقم 11 ده عمره ما اتاخد، ده على طول لازم يعني عمره ما اتاخد، كان بيطلع قرار 10 بس. لا بيفوضوا بس بيفوض رئيس الوزراء والوزراء لان ما يقدروش يشتغلوا، ما يقدروش يعملوا حاجه، ما يقدروش يمضوا على ورق. لانه انما الفكره الاساسيه هو صحيح فوضه، انما هو اللاعب الرئيسي، هو اللاعب الرئيسي وهو الاساس في كل شيء. طيب. ولذلك هنا الوضع الدستوري لما تيجي تعمل عليه تعديل جزئي ازاي يبقى ازاي ينفع؟ انت سعادتك دلوقتي لو انا عندي وصلت الرسالة، لو انا عندي بدله مهلهله وقد انتهت وداب عمرها وما تنفعش تلبس، واروح اجيب لها رقعه من باريس او رقعه من انجلترا من احسن مصنع للصوف مكتوب عليها حتى جابر جاب زي ما كان حسن مبارك بيكتب حسن مبارك، هل في معنى ذلك ان انا لو مشيت بيها يقولوا الراجل ده مجنون؟ هل واحد ممكن يلبس جرافات شيك جايبها من باريس او من فرنسا ويلبسها على العري على عريان كده ويمشي؟ احنا هنصلح ايه؟ هنصلح نظام دستوري قد سقط. والله شكلنا دكتور كلنا هنمشي بالمنظر ده بعد كده. الفكره الاساسيه يا استاذ تامر ان انت الان انا اخشى ان هذه الاستفتاء يؤدي بنا وتشكيل البرلمان الى افق مسدود، فيرجع الناس تاني الى ميدان التحرير، فنكون في الحقيقه ضيعنا الوقت من 11 فبراير لغايه شهر يونيو بلا طائل وبلا جدوى ونبدا من جديد. وصل. انا بس برضو كمان بقول مثال اخر، في تونس عندما قامت الثوره كان المطلب الاساسي اعلان دستوري وجمعيه تاسيسيه وجدوى الانتقال. قعد السيد الغنوشي يماطل في هذا المطلب لغايه ما مشي وعمل الجمعيه التاسيسيه 1000 يوليو، اول ما عملها ما قعدتش بتشوف حد واقف في الشوارع، فضيعوا فتره صغيره. احنا مش عايزين نضيع الوقت، احنا مش عايزين نضيع الوقت. وصلت يا دكتور. طيب حضرتك عايز حاجه مني تاني؟ نتكلم بقى في مواد ولا نتكلم في المادة؟ مواد ليه؟ لا نتكلم. قفلتها بالضبه المفتاح. لا ما علشان الناس اللي تروح تقول لا، انا بدعو كل الشعب المصري ان هو يقول لا علشان يشوفوا برضو ان النصوص ليست صحيحه، النصوص سيئه جدا. تمام جدا
وفيها مشاكل دستورية كثيرة، وأنا أستطيع أقول لك المميزات اللي بيسوقوها والعيوب الخطيرة التي فيها، علشان برضو يبقى الاتجاه متوازن. يعني انت بتدعو الناس ان هم يقولوا لا يوم 19 على طول. والنهارده انا بقول لك ان احنا في مؤتمر في مصر اليوم كنا ما لا يقل عن 2000 واحد، وكان في ناس من شباب التحرير، وخلص المؤتمر بنسبه يمكن 92% الى رفض التعديلات والتصويت بلا. كنت النهارده في مؤتمر مع 10 جمعيات مجتمع مدني، ومطلعين بيان بكره بلا للاستفتاء. هذا الاستفتاء انا بدعو المجلس الاعلى وبدعو الحكومة ان هي في الحقيقة ان هي تتدارك هذا الامر. نحن الان في افق سياسي مغلق لا يمكن ان يحدث معه انفراجة مع هذا الاستفتاء. وبعدين يا استاذ تامر، انت هتروح تستفتي الناس على ايه؟ هل من المتصور ان انت اللجنة قعدت 20 يوم مقفولة على نفسها وبعد كده طلعتنا التعديلات وقالوا لنا هنستفتي يوم 19 بعد اسبوعين؟ مفيش حوار مجتمعي، كان المفروض يبقى فيه حوار مجتمعي. هو الحقيقه انا كنت هعمل ده مع حضرتك النهارده. لا يبقى فيه، لا مش معايا، لا ما انا بالراحه بس مش حوار مجتمعي ازاي؟ لا الحته دي بس، الحته دي ان الناس يوصل لها المضمون، مش الناس بس، كان المفروض حوار مجتمعي حول التعديلات وترجع للجنه تاني. الناس قالت ايه وين الاعتراض على المواد، وترجع تاني اللجنه تعدل او تشوف هذه الاراء وترد عليها. وصلت. انما لما تيجي تقول لي انا بعمل لك اصلاح ديمقراطي وتيجي تقول لي اهو وما فيش قدامك غير ده وفي اسبوعين تستفتى فيه، هذا عبث، هذا عبث. طيب يعني يا استاذ تامر، احنا الان في مرحله لا ينفع معها انصاف الحلول ولا ينفع منها فمعها. احنا كفايه الدوله المصريه تحولت الى دوله مماليك، كل واحد بيتصرف في الحته اللي هو ماسكها بمزاجه. الاجيال القادمه التي ثارت ما عادش في حاجه، علشان اذا ما صلحوش الدوله ديتي مش هيلاقوا حاجه يعيشوا فيها. احنا شعرنا ابيض، احنا خلاص ما عدناش، ما عادش بمعنى صح. انا راجل عندي 50 سنه يعني، وعندي وقد اكون خلاص. خلاص يا دكتور، والله الرساله وصلت اننا هذا الشعب في واقع قانوني دستوري مسدود وعلينا ان نغير هذا الواقع. فحضرتك بتنصح، وده على وحده حضرتك طبعا، طبعا انا كاعلامي ماليش ان انا اقول قول اه او لا، لكن حضرتك بتنصح المواطنين المصريين، هؤلاء المواطنين المصريين ان هم ينزلوا الاستفتاء يقولوا لا. العظماء الذين اثبتوا بهذه الثوره انهم شعب متحضر أذهل العالم كله أن ينزل إلى هذا الاستفتاء ويقول لا، لأننا لا نريد ترقيع نظام قديم إنما نريد نظام جديد. الشعب المصري الآن يحتاج 80 مليون. أنت سعادتك في التقدمة اللي أنت قلتها قلت إن النظام السابق كان بيلعب على الفتنة الطائفية ويضرب المسلمين بالمسيحيين. بيحسسني إلحق المسيحي ده يجيب أمريكا علشان تضربك، المسلم ده يا مسيحي هياكلك. أنا أحكي لك حكاية بسيطة قوي. طب سريعا أرجوك. جدا، في نص دقيقة. في ميدان التحرير الجمعة اللي قبل فاتت، أنا مدير مكتبي والمحاسب فيه قبط مسيحي، فروحت أنا وهو ميدان التحرير. ففي الحقيقة صليت الجمعة، هو رجع ورا كده وبعد كده عمل قداس، فجي جنبي وكان جنبنا واحد بدقن كده يخيل لي أنه سلفي ومعه بنته. فلما القداس بيتعمل قال لي إيه؟ قال له طب يدعو ربنا زينا هو. احنا يا استاذ تامر نجح النظام المستبد ان يلعب على فكره تجهيل الاخر للاخر. مزبوط. احنا ما نفهمش بعض. طيب. انما احنا وصلت يا فندم، وصلت. والحقيقه كان نفسي اتكلم بقى بس بعدين بقى 76 و77 اتكلم بقى، ما اقول لك فيها بقى. لا نتكلم فيها بعد يوم 19 مارس ان شاء طيب الله. طيب انا يا دكتور. انا ارجو ان يصوت المصريون جميعا على هذا الاستفتاء بلا وهي دي الديمقراطية، وهي دي الديمقراطية. وده أصلا نحن نريد نظام دستوري جديد، الشعب عندما ثار يريد إسقاط النظام. وصلت. هذا قول. شكرا جزيلا دكتور، ألف شكر. هنروح لفاصل بس فيها